Well, now it's time for our daily Quran session. Looking forward to this recitation from Brother Mustafa Al-Ali. Mustafa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you doing today? Alhamdulillah. Good, good, good. Today, inshallah, we'll be going through Surah Al-Ahzab, correct, which is chapter 33 for the convenience of the viewers, of course. Verse 70. Yes. Very much look forward to your recitation. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.